عود على بدء. للمرة الرابعة على التوالي تمكنت الشيخة حسينة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها في البنغلاديش من تحقيق الفوز بولاية خامسة، بعدما تمكن حزبها رابطة عوامي من الحصول على حوالي 3/4 مقاعد البرلمان، حيث حصل على ما مجموعه 223 مقعدا من أصل 300 مقعد. ورغم أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات حسب أرقام أولية ظلت ضعيفة وناهزت 40% في أعقاب مقاطعة المعارضة بقيادة الحزب القومي البنغلاديشي هذه الاستحقاقات الانتخابية، إلا أن الاستطلاعات سبق أن توقعت فوز حزب الشيخة حسينة التي تسيدت المشهد السياسي. تواصل الشيخة حسينة مشوارها في قيادة البنغلاديش لولاية جديدة في ظل تحديات عديدة، فيما يأمل المواطنون في البلاد تحسين ظروفهم المعيشية.